هذا ما فعله أيضا بشكل فاقع مع سلطنة عمان، فحينا يمدح السلطان وحينا آخر يهاجمه، وهذا ما تكرر أيضا مع البحرين التي مدحها حينا وهاجمها حينا آخر، لا بل طالب قطر بوقف إمدادات الغاز عنها. من هو هذا العدو المتلون كالحرباء المتقلب بتزلفه حسب المصلحة؟ يا هل قطر والليث يكرب حزامه، أبو فهد سلمان حوت الطواويش، قدامكم فرزل وغلي عظامه، تثبت إلى صكت على ما فيه هامة، يدلم يدفن في الجحارة بلا ريش.